البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا رجعت لكم عاود تاني من بعد الغياب الطويل. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم واحد العشاء خفيف، لا داند بشامبينيون ولا كريم فريش. غادي نحتاجو 500 غرام ديال لا داند مقطع على شكل بروشيت. هنايا متبلاه بشويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، وشويه ديال سكينجبير، ودرت فيه حتى لا موطارد باش خلطته. هنا عندي بصله مشلضه، زيت باش غادي نشحنها، عندي بواطه ديال لا كريم فريش ديال 20 سنتيلتر، عندي شويه ديال الثومه شي 3 دروس هكذا، شويه ديال الملحه، وعندي هنايا بواطه ديال الشامبينيون. ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذ المقله نديرو فيها شويه ديال الزيت، كنحطو فيها البصله. هنايا دايرين العافيه شويه مهيله متوسطه، ما مجهداش وما ناقصاش بزاف. كنضيفو الثومة، هنا عندنا 3 دروس ديال الثومة، وكنضيفو شوية ديال الملحة، وكنديرو بحساب لادان درنا فيه الملحة قبل. هنا البصلة خاصة تطيح تماما. دابا كنزيدو الشامبينيون، كنستمر في التحريك. هنا كنغطي وكنخليه حتى كيطيب هذاك الشامبينيون. هنا انا بدلت المقله حتى الاخرى جاتني صغيره، بدلت هذه درتها كبيره شويه، وغادي نزيدو شويه البزار. سمحوا لي نسيت ما ذكرتوش مع المقادير الاخرين. كنحركو باش ما كي باش ما يلصقش لينا وباش ما يتحركش. دابا كنضيفو لادان، حتى هو كيتشحر لينا مع البصلة والشامبينيون. كنستمروا في التحريك وكنغطيوه باش تترجع ليه ديك السخونيه. بلادان دغيا كيطيب، ماشي بحال اللحم ولا بحال الدجاج كيبقى شاد شويه. من بعد ما كنحلو عليه صافي. دابا بلادان طاب، كنزيدو لا كريم فريش والقشده الطريه، ترجمة
كنخليوها واحد 5 دقائق ولا 7 دقائق على ما ينشف لينا هذيك لاكريم فريش كتعقد، وكنذوقوا الملحه الا كان خصنا نزيدو. انا هنا غادي نزيد شويه حيت في الاول ما درتش بزاف، غادي نزيد شويه. دابا طفيت عليه البوطه كيجي بحال هكا. هذا هو الشكل النهائي ديال الوجبه ديالنا، ديال العشاء ديالنا، خفيف ظريف. نتمنى تجربوه وتخليوا لي لايك ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.